سامحينا. نعم ربنا هو اللي بيسامح، وبعدين انت اكيد ربنا راضي عنك. انت مش راضيت امك؟ بس زعلتك. انا اللي وجعني بس ان انا اتخدعت فيك، صدقت ان انت مش هتتجوز عليا، وفي الاخر طلعت كنت بتقولي اي كلام عشان تثبتني وخلاص. حقك تقول علي اكتر من كده. طلقني يا هشام. طلقك؟ ايوه طلقني، مش هقدر اعيش معاك يوم واحد بعد اللي انت عملته فيا. لا لا، انت عارفه ان انت بالنسبه لي حاجه كبيره، وما اقدرش اعمل كده خالص. لا تقدر، عشان انت عارف، وانا قلت لك انت لو اتجوزت عليا انا هطلق منك، وبرضه اتجوزت. يا نعم، انت عارفه ان كان غصب عني، وانا كمان غصب عني، مش هقدر اكمل معاك يوم واحد تاني بعد كده. طبيعي. ايه ده بس، وامي بالسلامة، وان شاء الله اعمل لك كل اللي انت عايزاه. اللي انا عايزاه يا هشام انك تطلقني دلوقتي. يا نعم ما ينفعش يا نعم، انت بتطلبي مني المستحيل. كفاياك تمثيل بقى. تمثيل؟ يعني حب ليكي تمثيل يا نعم؟ ايوه تمثيل. انت لو بتحبني بجد لما كنت شفتني في الفرح كنت قلت قدام الناس كلها ان انا مراتك اللي بتحبها، لكن انت اول ما شفتني اتخضيت كانك عامل عمله، وكل ده عشان انت خايف من امك. انا مش خايف من حد. لا خايف يا هشام. نعم انا بقى اللي جابك يا سولا. انت سايب الفرح وقاعد هنا بتعمل ايه؟ بقول لك اللي جابك. انت تسكت وما تتكلمش. مش كفايه انك احرجتني قدام اهم ناس في البلد وعملتني البانه في بقهم؟ بعدين تعالى هنا. مندي اصلا عشان تسيب الفرح والناس وتسيبني انا عشانها. كان من بقيه اهلك؟ دي حته سكرتيره راحت ولا جت؟ هو انت ليه بتكلميني كده؟ ايه؟ شايفاني عيل صغير؟ انت مهما كبرت مش هتكبر عليا، ولا نسيت اني امك. ما نسيتش انك امي، بس ده ما اديكيش حق انك تهزقيني قدام نعمه. قدام نعمه؟ هو ده اللي يهمك؟ قدام نعمه؟ وتعمل حساب لحته سكرتيره عندك، ما بتعملش حساب امك. على اساس انك عملتي لنا حساب؟ ايه؟ ونعمه دي مش بني ادمه؟ من حقها لو تعبت انقذها؟ ولا ايه؟ مش بني ادمه من لحم ودم؟ وعندي احساس ومشاعر ومسؤوليات اكبر منكم كلكم، ولا مش شايف كده؟ بتعمل حسابها هي وانا لا. خساره تربيتي وخوفي عليك. انا مصدومه فيك، مصدومه.